ننتقل الآن إلى أستاذ الملعب، طاقم الحكام، الحكم المباراة أحمد فرج، ويساعد أيضا في إدارة مباراة اليوم الحكم عبد الله غريب، والحكم علي حسين، والحكم الرابع داود سليمان. والقادسية والأهلي القاهري اليوم في هذا الاستاد الكابتن محمود الخطيب والكابتن جاسم يعقوب، وهدية أيضا متبادلة بين لجاسم يعقوب قرآن كريم بيهدى من محمود الخطيب كابتن فريق النادي الأهلي وكابتن مصر لأيضا اللاعب جاسم يعقوب بمناسبة أيضا شفاءه وعودته بالسلامة. إنها شعور الحقيقة تدل على شعور الطيب، وجاسم يعقوب ينزل ليصافح حكام المباراة، وتبادل أخوي بين الشباب الرياضي. جاسم يحيي زملائه أعضاء فريق النادي الأهلي، وعسى أن تبقى هذه الروح الرياضية بين الشباب العربي إن شاء الله بكل تفاني وإخلاص، ليعود هؤلاء الشباب بالعود والنفع العام إلى وطنهم الغالي سواء في مصر العربية أو في الكويت. كابتن محمود الخطيب ايضا بيزامل الزميل واللاعب جاسم يعقوب، وصورة ايضا بتجمع طاقم الحكام. هذه الذكرى الحقيقة عودة لشبابنا الصغار اعضاء فريق نادي القادسية اليوم. ان فقدنا جاسم في الملعب لن نفقده ابنا بار لجاسم، سيكون له دور كبير إن شاء الله، وسيكون لزملائه أيضا إن شاء الله أبناء القادسية وأبناء الكويت. وتحية الجماهير الرياضية الآن، وتبادل بين كابتن فريق نادي القادسية وكابتن فريق النادي الأهلي مصطفى يونس. مصطفى يونس كابتن فريق النادي الأهلي أيضا بيتبادل مع كابتن فريق نادي القادسية الهدايا التذكارية. وحكى المباراة بيعمل قرعة بين القادسية 14 كابتن القادسية فالح فلاح ومصطفى يونس يمثل فريق الحقيقة الجمهور اليوم. ما أدري أيضا صوتي واصل لكم من الجماهير اللي بتحتشد باستاد نادي القادسية اليوم بعد أن تبادل فالح فلاح ومصطفى يونس كابتن القادسية وكابتن النادي الأهلي القاهري.
يمثل فريق النادي الاهلي القاهري اليوم اترامي في حراسة المرمى في خط الدفاع من جهة اليمين مدحت رمضان ومصطفى يونس جنبه في الدفاع وماهر همامي وايضا ربيع ياسين في خط الدفاع جهة اليسار في النص بيلعب للاهلي القاهري خالد جاد الله ومجدي عبد الغني وطاهر ابو زيد اما في خط الهجوم الفريق الاهلي القاهري بيلعب مصطفى عبدو جناح ايمن في الهجوم زكريا ناصف وفي الجناح الايسر مختار اما القادسية اليوم فيمثل في حراسة المرمى سعد سيحان حارس مرمى نادي القادسية وطبعا سند سيحان كان يومه حارس فريق نادي كاظمة وايضا المنتخب الوطني والقادسية يمثل اليوم من جهة اليمين علي محمد وناجي جاسم دبيان وخالد ابول وعبد الله عبد الرسول اما في النص فبيلعب فالح فلاح جمال بو حمد وعبد الرزاق قنبر اما في خط الهجوم القادسية بيلعب راشد بديح وسعد سعود وعبد الله نواف في خط الهجوم طبعا بيقيب الحقيقة عن القادسية لانضمام المنتخب الوطني عبد العزيز حسن وايضا فيصل الدخيل وايضا جاسم بهمن حارس مرمى ايضا المنتخب عن فريق نادي القادسية وشباب الحيدة صغار لاول مرة اشوفهم فريق القادسية تحت 20 سنة عبد الرزاق غنبر وايضا سعد سعود كان يلعب في نادي الشباب سعد سعود كان يلعب في نادي الشباب شباب القادسية اليوم امام طبعا فريق الاهلي القاهري بيقيب الحقيقة عن الفريق الاهلي القاهري محمود الخطيب اثر ايضا اصابة فيه لم يتمكن اسمه غير موجود ايضا بالاحتياطي الستة الموجودين ولذلك هذه الصورة اللي دائما بتلتقي اليوم سنة 67-68 وبالتحديد في 7-2 شهر 2-68 عندما التقى الاهلي القاهري مع نادي الكويت الكويتي في استاد نادي الكويت كان يومها تعادل 0-0 بين الفريقين اليوم ايضا وبعد هذا التاريخ ايضا بيعود القادسية ليدعو ايضا النادي الاهلي القاهري ليلعب هذه المباراة حكى المباراة احمد فرج وايضا عبد الله غريب وعلي حسين وداود محمد ايضا الحكم الرابع في ادارة مباراة اليوم واضح طبعا في الصورة الوان طبعا الاهلي احمر شورت ابيض القادسية اصفر طبعا واضح بداية المباراة الشوط الاولاني كرة قريب يمها مختار وايضا جنبه راح يبدا بداية الشوط الاول قرعة مع بداية الشوط الاولاني من المباراة سنتر كركر مع مختار لعبها توصل في النص طاهر ابو زيد لعبها جهة اليمين فريق الاهلي القاهري ترجع الى طاهر ابو زيد تلعب في النص تلعب كرة منقولة ناحية زكريا ناصف جهة اليمين تنقلها مصطفى عبدو ترجع مرة ثانية تطلع كرة برا الملعب او ترمي التماس فالح فلاح بيلعبها الى عبد الرزاق قنبر قنبر بينقلها ناحية اليسار الى راشد بديح رايح لمدحت لكن يحصلها لبديح طلع عبد الرزاق لبديح طيبه خلصها شوت جول 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 الله الله
جدش كرة كان ممكن غارسيا بحكم أو في الدقيقة تسعة كان ممكن جول حلوة 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 بيصدها إكرامي. شوف يا عادل البطيء شوف يا عادل البطيء حطها في الجول بيصدها برفات اللعب كورة اللعبت ترجع ما تطلع كورة برا ملعبها. حلوة يا أولاد حلوة. 10 دقائق لحد الآن 10 دقائق أهلي صفر القاسية صفر لحد الآن. الأهلي الأحمر الأهلي لا مرة ثانية توصل إلى مختار إلى مجدي عبد الغني تنقطع ترجع مرة ثانية وتوصل ياخذها ستة اللي هو همامي يلعبها بالنص إلى مختار إلى مصطفى عبدو بالشوت وجول. زكريا ناصف فعلا 23 سنة وكرة ملعوبة من مصطفى عبدو. زكريا ناصف 23 سنة لاعب 15 مباراة محلية مسجل أول أهداف المباراة. شوف إعادة شوف لما راحت لمصطفى عبدو شوف حطها براسه شوف جول بيحطها بالزاوية. سنة سحاب متعدي الهدف الأول للأهلاوية. قول الأهلي في الدقيقة 31 زكريا ناصف في الدقيقة 32 هدف للأهلي. هدف بشع المباراة يعطي المباراة إثارة إلى ماهر أمامي دار مختار اللعب وتخوض خطرة ويبعدها دفاع القادسية. ترجع مرة ثانية مسعود بيلعبها ناحية عبد الله نواف مشترك معه توصل ويأخذها إكرامي بيلعبها على طول إلى مجدي عبد الغني يلعبها ناحية اليمين توصل لمصطفى عبدو. مصطفى عبدو ماخذ له كرة جت اليمين صنع هدف يحاول يمر طاح فالح فلاح وتسعة برا الحقيقة. طاهر أبو زيد يعمل له علاج اللازم وكرة اللعب على طول طويلة يبعدها دفاع الأهلي توصل لمجدي عبد الغني ترجع مرة ثانية وبيحاول يمر يحصلها خالد جاد الله وجاد الله يلعبها ناحية مصطفى عبدو. عبد الله عبد الرسول يلعبها لهارد لكن تطلع كرة برا ملعب كورنر شايف الحقيقة الجمهور أيضا شايف الجاليات المصرية حتى أيضا شايف أنا بعض العنصر النسائي أيضا في استاد القادسية وبعد ما جاء القادسية حق الأهلي جاب هدف. كرة ملعوبة توصل بعرضه خطرة في مكان أيضا تلعب في الرأس يبعدها دفاع القادسية لعبة مختار شريا ناصف صاحب الهدف. شريك كرة معه حاول كرة ناصف لعبها في العرض ترجع مرة توصل كرة إلى ربيع ياسين مدحة رمضان كرة معه ماخذها وماجي مدحة رمضان يلعبها ويحاول يعدي وبهدية يلعبها في النص لمجدي عبد الغني حافظ النص مجدي عبد الغني الحريري يلعبها لمصطفى عبدو شرى له قطعة جهة اليمين نادي القادسية هناك. مصطفى عبدو أرسل كرة شايف الجول الله مصطفى عبدو أطول لاعب فريق نادي الأهلي القاهري وأكبر لاعب سنًا 30 سنة أيضًا. خلاص 7 دقائق الأخيرة من زمن شوط المباراة. إذا انتهت المباراة بهذه النتيجة فطبعًا جود لك لشباب نادي القادسية الحقيقة اللي وقفوا أيضًا في مباراة كبيرة أمام الأهلي بكامل نجومه ما عدا محمود الخطيب الحقيقة اللي بيغيب عن الأهلي في بداية الموسم. هارد لك طبعًا وجود لك يكون للأهلي في هدف واحد فقط المباراة لكن لحد الآن هدف بيأتي بأقل من لحظة وكرة في النص يا ترى كل الأهلي ثانية أو للقادسية التعادل. كرة في النص لعبة جد الله خطرة جول أنا إذا ما جد جول يا جول
توني بعد اقول ثاني للاهلي او تعادل القادسيه. هذا الحقيقه يجب ان لا نقول الكلمه هذه. فعلا كره لعبت. شوف على ما يهوب الهدف الثاني. على ما يهوب يسجل الهدف الثاني في الدقيقه 39. في الدقيقه 39 على ما يهوب في الدقيقه 39 من زمن الشوط الثاني هدفين للاهلي القاهري في مرمى القادسيه. كره اللعب توصل مره ثانيه لعبه على طراد خوز افتتاح دفاع الاهلي. كره هجمه ايضا للاهلي على ما يهوب صاحب الهدف الثاني لعبها قطعها ترجع الى على ما يهوب يلعبها الى جاد الله تروح منه حصلها خالد احمد توصل غريبه الى ابو حمد جمال لعبها الى الفهد محمد الفهد كره معاه حاول مروح الفهد الى ابو حمد. محمد يحاول يشوت انما بيلعبها باطيه كره عاليه خالد بيشترك مره ثانيه توصلت اللعب ناحيه اليمين تطلع كره برا الملعب رامي تمام للاهلي. محمد عامر جاد الله مصطفى عبده يلعبها الى محمود صالح جاد الله وهذه عاده في البطيئة لما طلعت السيحان كره اللعب في النص. مختار ربيع ياسين مختار قصيها خطره كره خطره عبوا ترجع الغان فوت بالجول جول الله وسدها دفاع القادسيه حلوه بدا الحقيقه الاهلي يحط الرشاش على القادسيه يقدر يرش هجماته الصعبه الحقيقه في الخمس دقائق الاخيره. شايف انا على طول كره ملعوبه على ما يهوب مره ثانيه ولعبها طلعها ايضا دفاع القادسيه مدحت رمضان على ما يهوب صاحب الهدف الثاني محمود صالح وجمهور الاهلي الكويتي المصري طبعا ايضا في الكويت جمهور الاهلاويه مبسوطين فريق كسبان. يقول لك المثل لولا اختلاف الانظار لبارت السلع. طبعا هذا امر طبيعي. قساوي يريد القادسيه والاهلاوي يريد الاهلي. المباراه وديه وفي هدفين جمهور كسبان من حقه يفرح. كره ملعوبه بالنص توصل ناحيه اليسار مختار كره معه بيلعبها في العرض ترجع مره ثانيه وشوت ترجع مره ثانيه يحصلها دفاع القادسيه بيلمها توصل يونس طيب كرة معه لعبها في النص حصلها جاء مرة ثانية إلى عبد الله عبد الرسول آخر تقريبا دقيقتين إلى سند سيحان حارس مرمى القادسية كرة نص اللعب توصل حصلها وترجع مرة ثانية خالد جاد الله وبيصفر حكم المباراة معلن نهاية المباراة بنتيجة هدفين للأهلي. سجل هدف الاول الشوط الاولاني لاعب زكريا ناصف في الدقيقه 32 من الشوط الاولاني في الدقيقه 39 علاء ميهوب ايضا سجل الهدف الثاني في مرمى فريق النادي القادسيه في الدقيقه 39 وهذه عاده ايضا الهدف سجل في الشوط الثاني من المباراه. الف مبروك للاهلي القاهري في هذه المباراه الوديه والف هارد لك للقادسيه الناشئ بهذه المباراه الوديه وبهذه المباراه اللي برز فيها الحقيقه ناشئ القادسيه ايضا امام لاعبي الاهلي. نبارك للاهلي في هذه الزياره وكما نبارك الاهلي ايضا امام هذا الجمهور الكبير والف مبروك لكل من شارك مع الاهلي القاهري اليوم سيداتي انساتي سادتي من استاد محمد الحمد في استاد نادي القادسيه في دوله الكويت. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.